بدي احييكم مشاهدينا مع الحل عنا عبر الام تي في. اليوم كنت عم بسال حالي شو اللبناني بيقدر ياكل؟ ما بعرف اذا بعد بيقدر كمان العرسان يعيشوا على الخبز والزيتونه، لانه ربطه الخبز تخطت ال 10,000، والزيتون كلنا بنعرف قديش صار سعر الكيلو، واذا ما ناخذ منقوشه زعتر ال 10,000 وطلوع، وفي ناس بتشتري ربطه الخبز وبتحط الزعتر مع المي، لانه تنكه الزيت بدنا شي 4 أشهر تنقدر نشتري تنكي. إذا الواحد بيقبض الحد الأدنى للأجور 675,000 ليرة، لأنه تخطي تنكة الزيت 3 ملايين ليرة، كله إنتاج لبناني، وبالتالي ما بعرف إذا الناس رح تقدر تكمل. ما بدي أحكي بالعيد ولا بفرحة عيد، بدي أحكي بيوميات اللبناني يلي عم بفتش على لقمة الخبز، بعرق جبينه، ومرات بمد يد المساعدة، لأنه حتى بعرق جبينه ما رح يقدر يلحق الأسعار. ما بعرف شو هالخطة الجهنمية اللي عم تلعب بالدولار بالسعر الموازي، والكل لحقينا وما حدا عم بيقول لا لشي. يعني الناس بتفوت على السوبر ماركت، على الدكان، على المحل، بتطلع بتتفرج بتظهر، بس بتوصل على بيتها مش عارف شو بتطبخ لأولادها. هيدا واقع كتير كتير أليم، ومفروض إنه اليوم قبل بكرة الحكومة تحزم أمرها وتشوف كيف بدها تساعد الناس، لأنه الشعب ما في موت على البطيء. سوبر ماركت مليانة، محلات الخضار مليانة، في خيرات كتير، ولكن مش بمتناول الشعب اللبناني. معلومة. بمعلومتنا لليوم بدي أذكر أنه مركز تلقي الاتصالات الخاص بشبكة دعم أو الخط الساخن 1747 بيهدف لطبعاً تلقي الشكاوى والاستفسارات، وأيضاً مساعدة الأسر اللبنانية بعملية التسجيل عبر daim.impact.gov.lb للاستفادة من برنامجي أمان والبطاقة التمويلية، لأنه بعد في ناس لليوم ما عارفين كيف بدهم يدخلوا على الشبكة، كيف بدهم يسجلوا أي برنامج بيناسب وقعهم. من هيك 1747 هو بيقدر يعني أكيد يساعدون، وبالوقت ذاته إذا دخلوا على المال يلي موضوع كمان على الويب سايت. من هيك بدي إنه كل هالعائلات هيدي إذا في حدا يقدر يساعدها وما تتردد تطلب 1747. متابعات. اتصالاتكم مشاهدينا دائما على 04444444. باخذ اول اتصال لليوم. الو 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 اهلا. بونجور ست ربيكا. اهلا بالاستاذ الي. اللي قاعد تسلمي لي انت. الله يخليك. طول لي عمرك ويعطيك الف عافيه. شكرا استاذ الي ايوب. صوت شكرا. اللبنانيه الذين لا صوت لهم. وصاروا كتار يا استاذ الي، صاروا كتار، بس صوتهم مسموع. طول عمره اللبناني عنده عزه نفس وعنده كرامه، صار عم بيشحت. يا ريت هالسياسيين بيحضروا بس برنامجك وبشوفوا هالعالم اللي عم بيطلبوا مساعدات وصوتهم عم بغص. وانت كمان اوقات صوتك بغص وبتنزل دمعتك على هالناس اللي صاروا تحت خط الفقر يا ست ربيكا. يعني الحقيقه شيء بوجع، شيء بوجع القلب. ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني معاناه هالناس شو بدي خبرك. يعني الحقيقه شيء بلوي القلب وشيء ببكي. طول عمره اللبناني عنده عزة نفسه وكرامة، صار عم بيشحد رغيف الخبز. أستاذ، ما بعرف شو بدي اقول لك استاذ الي. اللي بزعل انه جنى عمره او مصرياته اللي حاطتهم بالبنك مشان اليوم الاسود خلينا نسميه، ما بيقدر يحصل عليهم. يعني مضطر انه اخلق له بالانسانيه مد له يد المساعده او جمعيه، لانه مصرياته جنى عمره يلي وضعهم حتى يعيش فيهم بكرامته ما انه قادر يحصل عليهم. يعني هيدي ما صارت بالعالم. حتى انه انا عندي حتى الدواء عندها دواء ما معها تشتري دواء تتعيش. يعني هيدا شيء اجرام بعد ما صارت بالعالم كله. وهالسكوت، هالصمت المريب، ما بقى معه مصاري يدفع حق الدواء. اكيد، لانه اجرام.
لأنه الدولة اللبنانية ما درست كيف ممكن بالحد الأدنى من الأمور تقدر توصل الدواء للناس بقدرتهم. اليوم إذا بعدنا على 675 ألف ليرة حد أدنى للأجور، خليني أقول صاروا مليون، بدنا نروح للمليون. طيب الناس اللي تركوها أشغالها والناس ما عادت عم تشتغل والناس ما بدون يشغلوها والناس اللي عم تتكبر على الشغل كمان، هون في ناس يعني أنا بعرف من كتير ناس استزقالية بيطلعوا معنا بيتصلوا فيهم إنه بدون يشغلوه بيقول لا 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 بيسكروا الخط، هيدا شيء كتير معيب. نحن بهالمرحلة بنقبل بأي شغلة حتى نقطع هالمرحلة ابدا، يعني مفروض هيك. استاذ الي مش اول مرحله صعبه بنتخطاها، وكنت دائما ببسمتك بكلمتك بنهفتك هيك تفرج عن اللبنانيين اقولك بعد قادرين يعني هيك يستوعبوا هيك نكته من ميل خبريه من ميل هيك تفرفحون. يعني والله ما شو بدي اقول لك، يعني انا بحكي معاناه العالم، مثلا قلت لهم بكره وقت الموت سمح الله بالعالم اللبناني تيعرفوا الملايكة انه انا جاي من جهنم معذب خالص. يعني بس يشوفوا العالم اللبناني يعني معروف منين جايين. الفولة هاي الفولة بالعالم اللبناني بيعرفوا الملايكة طالع من لبنان معذب خالص. يعني الحقيقة ما بعرف شو بدي اقول لك ستر بيك، الله يعطيك الف عافية. شكرا لك. يا ريت هالسياسيين بس بيسمعوا برنامجك وبيحضروا الحل عنا تيشوفوا هالعالم وين صاروا. 60% من اللبنانيين صاروا تحت خط الفقر، عم بيشحدوا والله عم بيشحدوا. حرام حرام ونصير هيك. نحنا فينا، نحنا بلاد الأرز، نحنا بلاد الصمود، نحنا شو بدي خبرك والله ما بعرف. يعني على كل حال استاذ ايميل استاذ الي، نحن بدنا نشد على ايد كل انسان اليوم بعده مؤمن بهالبلد، بعده عم يشتغل لاولاد البلد، بعد عنده وطنيه ومواطنه، لان نحن هيدا عم نفقدها. ومرات للاسف الانسان بينسى وجع الناس، بفكر بحاله بانانيته. نحن اليوم بدنا نتخطى هالمرحله حتى سوا ننعم بمستقبل افضل. كلنا بدنا نضحي، كلنا بدنا نضحي، ما في ناس تضحي على حساب ناس، بس انه ناس تستفيد على وجع الناس هيدي مش مقبولة. أنا بدي أشكر اتصالك، يعني حضرتك داعم دايما للبرنامج، بشكرك وبشكر كل يلي بيتواصلوا معنا وكل يلي هيك بيعطوا شوية معنويات للناس لأنه هن بحاجة لإلها بالفعل. شكرا لإلك. باخد اتصال تاني. ألو 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 بونجور. بونجور مسيو، أهلا. يعطيك العافية مدام. أهلا وسهلا، تفضل معك. ام سوري ما حابب أقول اسمي لأن على راحتك، تفضل. على راحتي، خلي لي عمرك يا رب. انا متابعكم من اول ما بلشت انت، وانا انسان من بيروت، ابن بيروت. نعم، اهلا وسهلا. وانا شو بدي اقول لك، يعني يعني خريج الجامعه الامريكيه ومخلص تمريض ومخلص كل شيء، وبرا من دولاب فينا بالحياه، سبحان الله، برا من دولاب فينا. نعم. هلا بالوقت الحاضر شو بدي اقول لك، وضعي كيف وضعي، كيف عايش، الله بيشهد كيف عايش. بعدين سمعت حضرتك عمالة تقولي له الدولة تاعتنا، ليش ام سوري ليش في دولة؟ في حدا عم يسأل على حدا؟ أبدا. يعني حدا عم يسأل على يعني بيتراشقوا. المؤسف إنه بيتراشقوا بين بعضهم. شو ظننا نحن يا طوبريني، شو ظننا نحن؟ ونحن بندفع ثمن التراشق تبعهم. شو ظننا نحن؟ وهن مرتاحين، ما حدا أبدا حاسس 100%. آخر همهم 100%. كيف أنا عايش؟ كيف عم دبر حالي؟ كيف عم دبر عائلتي؟ كيف عم بدفع اشتراك الكهرباء؟ كيف عم بدفع يعني كيف عمالي كمل حياتي؟ ما حدا حاسس فيني ولا حدا بيفهمني. ذكرت إنه حضرتك ممرض أو شو؟ كنت ممرض. هلا ما عم تشتغل بالتمريض؟ لا والله، لا والله. لأنه هلا مطلوب كتير ممرضين. والله العظيم خلص هلا كتير أنا مطلوب. صرت بعمر ما بقى فيه، مكسور حوضي وعامل عمليات ومعور ايدي كمان، وما بقى في اشتغل بالمجال تاعي. بقى اشتغلت بمجال التمريض البرايفت حتى بالبيوت عند العالم، ومش عيب ولا حيا ولا شيء، بالعكس هيدا فخر على راسي من فوق. بس ان ذا مين تايم بالوقت الحاضر ما بقى في، تعبت وتعورت مرتين ما بقى في بقى. يعني لو كان عندنا ضمان شيخوخه او بطاقه التقاعد، وين هيدول؟ كنت حضرتك وين اليوم وين كنت حضرتك اليوم عم بتعاني اللي عم بتعاني، او اي مواطن لبناني لو كان عندنا بطاقه استشفائيه موحده، لو كان عندنا ضمان شيخوخه، كانت الناس برايك اليوم عانت اللي عم بتعاني؟ اعوذ بالله ابدا، لانه كل استراتيجيه حدا يسال عنه، لانه كلها كان استراتيجيات على الوعود سوف وسوف وسوف ودفع مصاري هيدي البطاقه التموينيه. نعم،
من امتى عم يحكوا فيها؟ ايه ولامتى لحتى لي يزوروها؟ ولا امبارح معالي الوزير حجار عم بيقول لنبلش نعطي من اول اذار مع أوكي. مفعول رجعي شباط وكانون، يعني نحن من اجل يدرى مين يعيش، يا دوبرين يدرى مين يعيش، مش بس يدرى مين يعيش، يعني نحن بلا ناجل الاكل والدواء. ايه يعني انا من اجلهم كذا شهر. انا انسان مريض وانا عندي ادويه ملزمه اخذها. نعم والله العظيم ما عمالي بقدر اجيبها، ورب بيشهد علي مش عم بقدر اجيبها. انا عندي ميجرين، عديك حدا مشو عم بيساعدك في جمعيه شي حدا قاطط حوض اصطناعي؟ نعم. وعامل 8 عمليات لايدي لانه عامل حادث على الموتو، وهلا بشتغل انا دوام بالليل بشركه سكيورتي، دوام بالليل. نعم. من 7 بالليل ل 7 الصبح. يعطيك العافيه. على حد الادنى، على حد الادنى. وشو بيعمل؟ ما بيجيب خبز للأسف. شو بدي أقول لك؟ شو بدي أقول لك بس؟ شو بدي أقول لك؟ أنا بدي شد على إيدك وعلى عصاميتك بالرغم من وجعك وعمليات أنت عم تشتغل وبالليل ايه حتى تاكل ايه بعرق جبينك. أنا انخنقت على الأخير. لأنه هيدا هو اللبناني اللي عنده عزة نفس ويلي لأنه فل، ما وارد أنه فل. لأنه مسؤولينا بدهم يشحدوا علينا وبدهم هنو يعملوا زعمة على شعب عم بيموت يوم عن يوم. ما فين يعملوا زعمة علينا هيك. صحيح. شكرا. ما حنفل من هالبلد، هيدي بلد لألنا 100% بهالبلد 100% هن يفلوا عندهم مصاري يروحوا. طيب أنا بشكر اتصالك وسلامة قلبك. باخذ اتصال كمان. ألو. ألو بونجور. بونجور، كيفك مطعم ريبيكا؟ الحمد لله تفضلي. يعني اللي بيسمع وجع العالم بينسى وجعه، يعني بتهون مصيبته. بس والله بس كلها مصيبه بالنتيجه. لازم تضوي على هيدا الشيء. العالم كل العالم تحكي على الشغل وعلى الاكل وعلى الدواء والصحه والاجارات وعلى الصحه، بس في شغله وحده ما حدا عم يحكي فيها. هودي العالم اخذين شقق ودافعين دفعات كانوا طالبين من البنوك، وقفوا لهم اياها، اختربت بيوتنا. يعني شو بده يحكي الواحد؟ الله لا يوفقهم. يعني خربوا بيوتنا، صاروا حاسبيننا اياهم اللي دفعناهم اجارات ومش قادرين بقى نكفي. وين نقعد؟ على الطرقات يعني؟ بدهم العالم تسيب الطرقات، هن بينبسطوا؟ يعني هن مبسوطين هلا جاي العيد. يعني ان شاء الله هالعيد ما يعيدوه. الله لا يوفقهم. بدي افهم من حضرتك، قلب عم بحكيك اياها. بدي افهم من حضرتك، انت اخذي قرض سكني من ما بنك؟ ما اخذي، ما وافقوا لي. ما وافقوا لك؟ منيح ما وافقوا لك. وقفت اشغالنا. لانه لو وافقوا لك كانوا بدهم يدفعوك. ما ومنام. ايه وقفت اشغالنا وصارت المظاهرات وصارت كذا، ودفعنا نص قيمه الشقه، وهلا حسبنا الشقه اجار. نعم. راح نخص المصريات. وبعدين معك حق، يعني ما كيف ما برمتيها مش ظابطه. وما عم بيحكوا، وما عم بيحكوا، بيقول لك عم نعمل موازنه وعم نعمل كروتي وعم نعمل عم تعملوا تحتكم ان شاء الله. لك الله لا يوفقكم، انها جاي العيد قال منصلي. يعني الله يلهم. شو بدي اقول لك؟ لانه ما في بلد يمشي على هيك بدون اداره، بدون حكومه فاعله. ما بنقدر يعني، ما في يعني، بتخرب اكيد، بتخرب شيء طبيعي تخرب اذا ما في يعني حكومة فاعلة عم تشتغل حتى تعرف كيف بدها تطلع هالبلد من أزمته، كيف بدها تساعد مواطن لبناني يكمل حياته بكرامته. يعني هيدا كله نحن بنحلم فيه بعدنا للأسف. أهلا وسهلا فيك، بس ما بيمنع أنه اللي طرحتيه نقدر نضوي عليه هيك. هيدا ملف كتير مهم، ويمكن كتار عندهم هالمشكلة هاي. معك حق. كمان اتصال. ألو. ألو. تفضلي. تفضل مسيو. الو. اهلا مسيو، تفضل. اوكي. عم بحكيكي من جورج البلوط. معي جورج. هيك اهلا وسهلا. كيفك ست ربيك؟ مشكور. الله. اهلا وسهلا، تفضل. صراحه يعني كنت عم بتسمع شوي صغيري على الناس اللي تلفنوا، على استاذ الي كمان اللي تلفن بالاول. نعم. يعني الناس عم تتشكى كثير من هالحكام بالبلد ومن هالهذا. انا عندي هيك رساله كثير صغيره لهالناس حتى تبطل تتشكى. نعم. اتكلوا على حالكم وما بقى تحسوا وتتأملوا انه في حدا، لانه هيدي طبقة الكليبتوكرات اللي حاكمة هيدا البلد مش سئلانة عن حدا، 100% سئلانين عن نفسهم. من هيك عم بقول يعني نحن بنمسك ايدنا بايد بعضنا ونقطع هالمرحلة باقل خسائر ممكنة. مزبوط مزبوط. ما بقت حدا يتأمل، لانه لما ما بنتأمل ما بنعود نتفاجأ. صراحة لأنه الواقع كتير بخوف، لما بتصدقيه وبتقتنعي فيه بتخافي. وأنا هذا اللي صار معي. أنا ما كنت مصدق
انه هيدي النوعيه من البشر هي اللي حاكمتنا. ما كنت مصدق، بس لما صدقت ولمست بايدي انه هودي مبلا حاكمينا، لانه هيدول بيرجعوا للقرون الوسطى، هاي الطبقه ترجع للقرون الوسطى، لانه بالقرون الوسطى هيك كانت الحكام وقت كانوا يحكموا الناس، هيك كانوا. نحن اليوم هيدي هي الطبقه يلي حاكمتنا، بطلنا، ما بقى كلام ما بينفع، ويعني هيدا ما بقى ينفع، خلص بدنا نتكل على حالنا. مشان هيك انا حبيت اني تلفن لحضرتك. اهلا وسهلا فيك. لانه ما بدنا راحت على، انا بدي اعرض مشكله المي بجوره البلوط. نعم، في عندنا مشكله كثير كبيره هون، واكيد حضرتك يمكن على علم فيها، وما ما حدا عم بي 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 بيعطي جواب، ما حدا بيعطي جواب، تسألي ما حدا بيعطي جواب، ما في يعني ما بتفهمي عليهم اصلا، بيجاوبوا ما بتفهمي عليهم شيء. شو بيقولوا لك؟ الكهرباء، المطر، مش هيك؟ ما في شح مي المنطقه، يعني ما بعرف. لا مش بس بهال، بس لا مش بهيدي المنطقه بس، في مشكله مي، بلش الازمه مع انقطاع الكهرباء على الخطوط الرئيسيه اللي ما بتنقطع، لازم عم تنقطع بالوقت زيته. هلا صار بلش فصل الشتاء، ما بقى في يقولوا لنا شح مياه لانه عم بتشتي، يعني ما ماشي الحال. المشكله هي مشكله مازوت، مشكله كهرباء، مشكله اداره، مش عم بحكي اداره عام بقدر ما اداره يعني محليه، حسب كل واحد بمنطقته كيف عم بدير المي للناس، يعني بكل بساطه بكل بساطه. تعددت الاسباب والمطلوب واحد، ديروا المي عند الناس. بعرف جورة البلوط يعني مثل بقنية، مثل بياقوت، مثل يعني كل ساحل المتن وصل لمرحلة ايه ما عندهم مي لعدة شهور. هلأ انوعدنا انه من بعد ما يعني صار في مي، بس المشكلة انه قديش بتضخ دبي، قدي بيعطوا، قدي خط 800 اللي بياخدوا من جعيتا بيوصلوا كهرباء، قدي بيقدر يوصل لوسط المتن. يعني صرنا نحكي ماي كأنه نحن موظفين بشركة المي، من هيك ما بقدر أقول لك اليوم بتجي بكرة ما بتجي. وهن بالنسبة إذا وصلت خيط يعني وصلت المي، يعني مش مقطوعة، هو أقعد جمع يا مواطن نقطة ورا نقطة. مشكلة مشكلة، معك حق مش هيكل، مشكلة كبيرة. بياخد كمان اتصال. ألو. الو، اهلا مدام، تفضلي. الو بونجور، تفضلي. معك انطوانيت. ايه اهلا مدام. مدام ربيكا، بس انا كنت بدي احكيك كرمال مساعده. نعم. انا مرة لبنانيه كنت بشتغل بوقت هيدي الازمه، فتره اللي قاعده بلا شغل. نعم. فعندي ولدين، عندي بنت عندها وضع خاص انت مريضة. نعم. مدام شو بتشتغلي حضرتك؟ أنا كنت أشتغل مع ختيارية بتنظيف البيوت بكذا شغل، وأنا يعني كمان أنت مريضة سكري. يعني أنت إذا توفر لك شغل بالنهار تنطري ختيار ولا هيدا، يمكن أنت لأن عندك ولاد صغار ما فيك تنامي ببيت، ما هيك؟ أنا مش ما فيني، لأنه أنا عندي بنتي عندها وضع خاص، وكنت حطتها بمدرسة وهلأ بالبيت، يعني نعم. صعب أنه أنا أشتغل، يعني عندي بنت مريضة، يعني ما فيني أتركها كمان. مكسورة على أجار البيت، مكسورة على الاشتراك، يعني سوري يعني بهالكلمة جانا، يعني عن جد صارت كتير كتير صعبة. يعني وين ساكنة مدام بأي؟ أنا ساكنة بأدونيس، صارت 8 أشهر مكسورة على أجار البيت، مكسورة على الاشتراك شي 4-5 أشهر. أنا يعني في جمعية بس بتساعدني بشوية مونة كل شهرين مرة، كمان ما عم نقدر نعمل شيء. يعني مدام ما في عندك معيل، يعني ما حدا عم يشتغل عندك أنا بالبيت؟ أنا ما عندي، لا ما عندي، عندي هيدا الصبي عمره 13-14 سنة، كمان ما بقدر يشتغل، وعندي البنت عندها إعاقة، يعني كمان ما بقدر اشتغل يعني وقت طويل. إذا توفر كانت بمدرسة، هلا حتى بالمدرسة ما عم بقدر حطها، لأن بدهم $250 بالشهر، ومليون ليرة، مليون ونص أوتوكار، ما عم بقدر حطها لحتى أقدر اشتغل. أكيد إذا توفر لك شغل بالبيت يمكن أفضل، ما هيك؟ إذا حدا بيقدر يشغلك شيء بالبيت. أنا بحاجة كمان لمساعدة، إذا في حدا يقدر يساعدني من العالم اللي بيحبوا يفعلوا خير، يعني
ان شاء الله ان شاء الله. نحن حطينا رقمك على الشاشه. لانه انا وضعي كثير 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 صعب، يعني انا ما عندي حدا يعني، وعندي هيدي البنت وانا مريضه سكري، عندي ادويه كمان ما عم بقدر جيبها، يعني عندي شيء 4 ادويه باخذهم للسكري ما عم بقدر جيبهم. اهلا وسهلا فيكي، رقمك على الشاشه. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا، بياخذ اتصال جديد. الو الو، مرحبا. مرحبا، شكرا بك. ايه نعم، هي قلبي. في عندي معك احمد البصري عم بحكي. اهلا استاذ احمد، شو بك؟ بدنا في موضوع، في موضوع ما حدا عم يجيب سيرته. شو هو؟ قضيه المؤجره. ايه قضيه المؤجره عم بيجي، صار عم بصير وقت انتهاء للاستثمار، عم بيطالبوا بالبيت، عم بيطالبوا بالدولار، بهالأيام يعني عم بيطالبوا 500-600 دولار، يعني ملايين الليرات اللبنانية. كيف المعاشات كيف صارت؟ بدنا الله يرضى عليك لفتي نظرك منك أنت، إنه شو شوفوا لنا حل بقضية الاستثمارات. أوكي، أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. مدام ربيكا، اهلا بونجور، ماشي الحال؟ اهلا فيك، تفضلي. معك مواطنه لبنانيه، انفيرميير دبلوماه تقاس بالمستشفى نوم اوتيليه. هلا نحن وصلنا لعمر كرونتنا، ما بقى ياخذونا بالاوبيتالات، صفينا عم ناخذ مرضى بالبيت للاهتمام فيهم، ممرضه للاهتمام بالمريض، كان مرأة او كان رجال. انا بنت عيناني فائقه، 26 سنه، بنت روم اوتيليه. فشو انه شو بيجينا اتصالات كنا ممنون تعينيك ومرسي لك مدام ربيكا، انا بشكري. يعني انت عم بتقولي حطينا لك رقمك على الهوا، يعني هيدي ممرضه لانه على عمره ما بقى يسمح انه ياخذوه مستشفيات. كل شيء يعني كل الاهتمام، وانا حنونه وبنت بشتغل بضمير بكرامتي، مهم واحد يلقي راسه بهالبلد بهالازمه. معك حق. ما رح نحكي اكثر، فهمك كفايه وانت بتعرف ان شاء الله ان شاء الله هيك بتلاقي شغل، وان شاء الله بتكون كمان بادره من كل الناس اللي عم تطلب شغل تلاقي شغل، لانه الشغل كثير مهم وللانسان، وبالنتيجه هيك شو ما كان اليوم الشغل حتى ولو ما كان باختصاصنا مفروض نشتغل حتى نقطع هالمرحله الصعبه. ان شاء الله حدا يكون بده ممرضه مجازه، واهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. اهلا تفضلي. بونجور مدام ربيكا. بونجور، كيفك حبيبتي؟ منيحة. هذا الصوت بعرفه بصوت. أنا أنت متصلة فيي قبل بمرة؟ نعم. أنت متصلة فيي قبل بمرة؟ أنا من شي سنة كثير حضرتي. إيه قولي لي شو عندك؟ ذكريني بالموضوع. مدام ربيكا أنا عندي مشاكل على طول هيدي صعب. حضرتي يمكن تعرفي عني، صحتي كثير تعبانة، هالشي أنت عرفتي. وشفتي بيتي كيف كان وضعه للكهرباء ووضع البيت الأبيض، هذا كله ما هممني، هممني إني أنا نكب السرعات أنا واثنين طفيلة معي. مدام ربيكا قديش عمرهم ولادك؟ صعب الولد. قديش عمرهم ولادك؟ الشاب 12 سنة والبنت؟ والبنت 13. يعني هلا انت ما عندك بيت؟ يعني وين ساكنه؟ لا هذا بيتي، وصار جاي صورت لك بيتي قبل هلا، وشفت بيتي كيف وضعه مدام ربيكا. انا ما عندي معين، انا بي مطلقني وكب لي اياهم وصل. ايه وعندي ولد خسرته. اوكي، بس انت ما بتشتغلي؟ لا انا ما عم بشتغل مدام ربيكا. تشتغلي اذا تامن لك شغل؟ نعم. كنت عم بشتغل بالبيوت قبل، ايه بيوت. نعم. ما بقى قادره لانه عندي ست خرجات بظهري، بدي عمليه وما بدي اعملها. اول شيء ما عندي الامكانيه، ست خرجات بظهري، عندي روايه، عندي القلب، عندي ايديه ما عم بخدها. صدقيني مدام ربيكا صحتي تعبت من الزعل. لكن ولدي مصوري ولدي بيقعد بالشارع يشوفوا عم ببيعوا حلو للبرباره، وانا بقدر اجيب له لون سكين وصعبين. كل مره بقول له الله كريم، بيروح الصبي بيقول لي ماما نحن زهقنا من هيدا الاكل. اذا غيري عم يطعمي زعتر ماما، انا ما عم طعميهم.
جارت عشتني مرتين مربى كل يوم كل يوم كل يوم ترجع مربى أدير دي دايما كل مرتين واللي بيعطيك مرة ثانية مرة ما بيعطيك مرضان بعدك. بدي أسألك حدا ساعدك حدا تدخلي على البطاقة التموينية؟ لا ما عرفت شو مدام رابيكا ما عرفت تسجل ما عرفت بعدين من هلا لشهر أدار هي إجا عطونا بأدار ما رجعوا أجلوا رجعوا علقوا مع بعض. أنا لقلك شغلة أكيد يعني إحنا هلا رقمك على الشاشة إن شاء الله هيك بتجي مساعدة لقلك الأولاد يعني إذا استحلوا شيء ياكلوه بس أنا بتمنى إذا بتعرفي حدا حواليك يساعدك كيف بدك تفوتي على تسجلي لأنه لو بأدار هيدا دولة واجباتها وأنت بحق لك تحصلي على مساعدة مثلك مثل الكل عرفتي؟ كمان اتصال. ألو ألو أهلا مسيو تفضل. يلا يلا بعد عم تحكي لا عم بحكي معك اسمعني على التليفون ما تسمعني على التلفزيون بيعمل رتور. أوكي ألو مرحبا كيفك سترة بيكا؟ الحمد لله تفضل. من شوية اتصل فيكي شخص قال لازم نتكل على نفسنا. ايه وبالفعل لازم نتكل على نفسنا لأنه هاو المسؤولين بدنيا غير دنيا بينهم وبين الشعب في هو كبيرة سرقوا البلد ونهبوها وما خلوا شي فيها. روح تشوف أولادهم وين عايشين برا أنا بعرف أنهم عايشين وكيف عايشين أولادهم نهبوا البلد وسرقوها وما خلوا شي ولك مش عايب عليهم مش عايب عليهم ولك وين بدهم يحطوا روسهم من العالم وبعدهم بيتقاتلوا هيدا بدهم وزير وهيدا ما بده وزير فلذلك الشعب لازم يتكل على نفسه. لا بتجتمع الحكومة ولا ما بتجتمع يعني الفقير المعتر وهيدا هو وكل شيء وأنا بشكر كتير على كل حال يعني شو بدي أقول لك اغفر لهم يعني لا يدرون ماذا يفعلون أكثر من هيك ما بدي أقول لك شيء ما بدي زيد على هم الناس بدنا نلاقي كلنا حلول بدنا نتساعد كلنا تنمرق هالمرحلة وأنا بشكر كتير زملاء اتصلوا فيي من يومين وحبوا يعني سمعوا كم اتصال وحبوا هن يعملوا هيك جيست صغير ما حبوا يقولوا اسمهم في كتير عم تتصلوا فينا ما عم بحبوا يقولوا أساميهم ولكن أنا بدي أشكرهم من القلب. صورة اليوم نشوفها سوا. هالصور هي ببيروت بالشارع الحمراء امبارح بتوجيهات محافظ بيروت فوج الحرس كان عم بيلاحق كل المتسولين يلي عم بيدخلوا على شوارع الحمراء والمتفرعاتها لأنه يعني منهم عم بيبسطوا بغير حق بس منهم عم بيفتحوا الزبالة يعني وصل الجوع إنه الواحد يبقى يعني يحرك الزبالة حتى يشوف إذا بيقدر يلاقي شيء يعني ليك ما وصلت الأمور. أنا اللي بدي أقوله أنه هاي حملة مستمرة ولكن هود الناس اللي عم يسترزقوا هيك على الطرقات وعم بيضايقوا المواطنين والمرة ويفوتوا على المحلات هود أكيد عندهم حالات خاصة هود يا ناس بعتتهم حتى يعني يلملموا لها شيء يا هن بالفعل ما في مين يرعاهم يعني اليوم أوكي عم نشيلهم عن الطرقات بس عم نعرف وين عم بيروحوا وين قاعدين شو عم يعملوا؟ سؤال برسم المعنيين. على كل حال حملة مستمرة وبالتالي يعني معيب جدا يكون في ناس عم بتفتش بزبالة حتى تاكل يعني هيدا كتير كتير صعب هيدا الوضع وصار يعني عم نشوفه وين ما كان خصوصا انه زبالة مش عم تنرفع يعني كوام كوام على هالطرقات وناس منشوفها الصبح ومنشوفها الظهر ومنشوفها عشية عم بتنبش بزبالة وبتنفلش على الطرقات وخدوا بقى على حشرات وعلى قوارض وعلى يعني معيب جدا اللي واصلين له معيب جدا جدا للأسف. أنا بدي أعطيكم موعد بكرة دايما عبر الـ MTV إلى اللقاء.